الحاج محمود شامي عضو مجلس اداره السابق ورئيس لجنه شؤون اللاعبين. الحاج محمود النهارده العرس الانتخابي والجبلايه تنتخب ولا صوت يعلو فوق صوت الجبلايه. بالظبط النهارده يوم مهم جدا، بدايه مهمه جدا لاربع سنين صعبين، محتاجين تطوير، محتاجين روح حلوه، محتاجين اخلاص نوايا. انا شايف ان الامور ماشيه يعني زي ما يكون ايه ربنا بيخطط لها، يعني من الاول حتى بدات الانتخابات بشكل صعب، القايمه مختلفه مع بعضها، بيضربوا في بعض كتير، هنتكلم وتقال امانه، صراعات ما بين الاعضاء بعضها، مين النائب مين الرئيس مين الاعضاء مين، لغايه ما الحمد لله مع الازمات المتتاليه كله اتلم، كله اتلم وكله ايد واحده، العمليه مظبطه الحمد لله. اقرب مين كده بوجهه نظر الحاج محمود الشامي الخبره الكبيره في اتحاد الكره؟ والله يعني انا شايف ان في ناس حسموا الانتخابات، الانتخابات ديت صعبه وسهله، صعبت لما القايمه اتفتحت طبعا، خلت ان ناس من جوه القايمه بيشتغلوا مع ناس بره القايمه، وفي ناس من بره القايمه اقوياء هيكل دمانه، فانا شايف ان في ناس حسمت الانتخابات قبل النهارده، يعني ببارك لهم. انا بوجهه نظري المحدوده يمكن اعتقد ان سيف زاهر وحازم امام وحازم الهواري وكرم كل دي اصوات تبقى عاليه جدا، معاهم وائل جمعه ومعاهم عصام عبد الفتاح من بره وخالد لطيف من بره وكابتن حسن فريد، دول اللي شبهوا اجماع، ياتي وراهم بقى كابتن حماده المصري، كابتن احمد مجاد، مجدي بتنوي، وكل دول ان شاء الله ايه هيبقى منهم واحد او اثنين. هناك بعض كلام بيقولوا ان ممكن ده كله شيء الانتخابات شيء لم يكن بحاله ترشح او ادراج اسماء الكابتن حازم والدكتوره سحر، صحه هذا الكلام ايه؟ والله انا شايف ان الموضوع مش موضوع سحر وعادل، اختزاله في سحر وعادل مشكله صراع على ان القضايا اللي بتخص الاتحاد المصري لكره القدم بتخش في المحاكم العاديه. حتى لو سحر ومشكلتهم وتنازلوا مش هتحل المشكله، هتترفع قضايا برضو، الاجراءات انت حضرتك شفت القرار اللي طلع 663 بيلغي وجود ثروت وجواب تاني بيجيب ثروت، يعني فالنهارده ومين اللي داعي الانتخابات؟ العميد ثروت، يبقى اي واحد هيسقط هيطعن هيبطل الانتخابات برضو، لابد مواجهه. لا بص حضرتك احنا لازم نواجه، بص حضرتك الاتحاد المصري هو اقوى منظومه في الانتخابات، لكن الحقيقه كان مفرط في حقه، احنا مش هنتحرك الا من خلال لائحتنا، الا من خلال الاتحاد الدولي، واللي مش عاجبه يشرب البحر بصراحه مهما كان مكانه، مهما كان مكانه كده هنفضل في هذه الدوامه، الكل واحد ساقط يعمل مشكله وكده خايف على كرسيه وده نفسه، مش هننجي مش هنعدي. انا الاوان للمواجهه، وانا اعتقد ان الكابتن هاني والمجلس ده قادر على مواجهه هذه القضايا وقادر على الحفاظ على حق الجمعيه العموميه في الاختيار، وانه مش هيمشي بحكم قضايا الا بقرار من الجمعيه العموميه. ابرز ما سمعته ما هو من الحاج محمود الشامي فعلا لابد من المواجهه، هنفضل كده على طول في الدوام، هنفضل في تخبط، وبدل ما فيش استقرار يا عمرو، ما فيش كوره، ما فيش نشاط، خلينا نستقر مع الناس وخلينا نواجه.